لا لا، بالأمس تحدثنا عن قطع الصلاة وأن المرأة تقطع صلاة الرجل، وأن الرجل قلنا لا يقطع صلاة الرجل والمرأة لا تقطع صلاة المرأة، ولكن تنقص الثواب أن مطالب المرأة بمنع من يمر بين يديها. وكذلك الرجل إذا مر بين المرأة لا يقطع صلاتها، الرجل إذا مر بين يدي المرأة لا يقطع صلاتها، إنما المرأة تقطع صلاة الرجل والرجل لا يقطع صلاة المرأة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، إن هذا يعمل عمل الشيطان. فالمسلم مطالب بمدافعة كل من أراد يمر بين يديه سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولكن دفع الصغير يختلف عن دفع الكبير، لأن الصغير لا يعقل، الصغير لا يعقل، فأنت تدفع لأنه يشوش عليك صلاته ويؤذيك، وأما الكبير فيدفع، وإذا أبى فليقاتل، بمعنى يدفع بالقوة. وإذا ضعف الإنسان ورأى أنه سيمر، الأفضل أن الإمام يتقدم أو المصلي يتقدم ليمر الرجل من ورائه، ثم بعد ذلك يركع، ولا يضره هذا التقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة ثم يرجع إلى مكانه. وكذلك عند الأربعة عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، وهذا حديث صحيح. فالإنسان يؤمر بقتل الأسودين، هذا يحتاج إلى أخذ عصا أو أخذ نعل، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى تقدم وتأخر، يحتاج إلى انحناء، يحتاج إلى أخذ ذات اليمين، ذات الشمال، خاصة في قتل حية يختلف عن قتل العقرب. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر يقطع صلاته وهو يمضي في صلاته. وهذا أبو برزة الأسلمي هربت منه داب فلحقها ثم ربطها وهو يصلي، فحين عبع عليه ذلك قال ما غزوت مع النساء كذا وكذا غزوة وقد رأيت من تسهيله أكثر منها، أكثر منها، وكان هذا في فريضة. مطلقاً؟ نعم مطلقاً. ما هي؟ كلاب الحمر. كلاب الحمر؟ كلاب الحمر تقطع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث في رواية مسلم الكلب الأسود، قيل لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، وأما الحمر فعلى ظاهره، أما الكلب فالكلب الأسود. أما المرأة تقطع الصلاة فهي كما جاء في حديث ابن عباس وموقوف عليه الحائض، يعني البالغ، يعني البالغ، أما غير البالغ تدفع لك ما تقطع الصلاة لمرة. كان في أول الأمر يقتل الكلاب، كان في أول الأمر. عثمان رضي الله عنه كان يخطب، وهذا من الحديث سمع الحسن من عثمان، وقال حدثنا عثمان وسمعت عثمان على المنبر يخطب يأمر بقتل الكلاب والحمام ويأمر بذبح الحمام، وهذا سند جيد إلى عثمان رضي الله عنه، رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلها، فلعل عثمان رضي الله عنه ما بلغه ذلك،